وبعدين 13 ولا أكثر من 13 سنة ما بيكفي؟ اعتصمت الزوجة السابقة للملك السعودي العنود الفائز للمرة الثانية خلال أسبوع خارج السفارة السعودية في لندن للمطالبة بإطلاق سراح بناتها الأربع المحتجزات في مدينة جدة. وفي تصريح خاص للبحرين اليوم قالت العنود الفائز أن عبد الله مسيرا وأن الأمير متعب هو المسؤول عن محنة بناتها، في حين هاجمت الأخ الثاني عبد العزيز بن عبد الله الذي تقضي خواته إجازتهن في لبنان بحسب تصريح العنود. من الأول إخوانهم مسؤولين أكثر من أبوهم، أبوهم مسير مش مخير. من هو من إخوانهم؟ متعب بن عبد الله وعبد العزيز بن عبد الله. وبسألوا خواته اللي شرقوا يسألوا لبنان عن خواته. إيه؟ يسألوا لبنان عن خوات عبد العزيز. أما عن أسباب احتجاز الأميرات الأربع قالت العنود أن النظام السعودي أولى بالإجابة. لا لا ما حد ناداك، ما حد ناداك. وكانت العنود الفائز قد وجهت للرئيس الأمريكي باراك أوباما نداء عبر القناة البريطانية الرابعة قبل يومين من زيارته للسعودية، طالبته فيه بطرح موضوع بناتها، فيما أجرت القناة مقابلة مباشرة عبر السكايب مع الأميرتين جواهر وسحر. وبحسب مراقبين تشكل قضية احتجاز الأميرات الأربع حرجا شديدا على نظام الحكم السعودي الذي يواجه معارضة متنامية لسياسته داخليا وفشلا ذريعا في مشاريعه الخارجية وتصدعا كبيرا في تركيبة الحكم.